طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من صحيفة الصحوة نت: الحوثيون ينهبون ممتلكات التجار في ميناء الحديدة. ومن الحرف 28: السجن لمن يطلق النار في أعراس تعز. وفي جولتنا الرياضية: لعنة الدقيقة الأخيرة تصيب تونس أمام إنجلترا. أهلا بكم. ما تزال قضية وفاة الصحفي أنور الركن عقب خروجه من معتقلات ميليشيا الحوثي تحظى بمتابعة واهتمام الجهات الصحفية المحلية والدولية، حيث قالت منظمة مراسلين بلا حدود الدولية: الصحفي اليمني أنور الركن لفظ أنفاسه الأخيرة في 2 يونيو الجاري بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل واضح خلال احتجازه لدى الحوثيين، حيث فارق الحياة بعد أيام قليلة من إطلاق سراحه. وأضاف بيان المنظمة: ما زالت جماعة الحوثي تحتجز 10 صحفيين أسرى على الأقل، حيث يبقى مصيرهم جميعا مجهولا بشكل تام. ونقل البيان عن صوفي أنموث المسؤولة عن مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلين بلا حدود قولها: إنه لا شيء يمكن أن يبرر ما يتعرض له الصحفيون من اعتقال تعسفي وتعذيب في اليمن. وأوضحت أنموث أن الحوثيين تركوا الركن يهلك أثناء الأسر دون تمكينه من الرعاية التي يحتاجها وحتى إخطار عائلته في الوقت المناسب. ودعت جميع أطراف الصراع اليمني، سواء كانوا من الحوثيين أو من تنظيم القاعدة أو من التحالف العربي، إلى الكف عن ممارسة الترهيب والتعذيب والخطف في حق الصحفيين الذين يزعجونهم. معركة الحديدة ما بين استعادة الدولة والتدويل. تحت هذا العنوان كتب السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله المعاد نشره في بلقيس: لنكتفي بإيراد حقيقة واحدة، وهي أن التفاوض من أجل سلام مع من انقلب على السلام بقوة السلاح والدم لا يمكن أن يكون ذا معنى إلا إذا تغيرت المعادلة على الأرض، وإلا فما الذي يجبره على ذلك؟ سيكون مضحكا أن نعتقد ولو للحظة واحدة أن من ركل مائدة السلام بقدمه أن يكون قد هذب هذه القدم بوازع سياسي أو أخلاقي. في معادلة الحرب والسلام، مثل هذه القدم يجب أن تقص قبل الذهاب إلى السلام. حينها فقط يمكننا الحديث عن مباحثات بناءة للسلام. كان تحرير عدن قد مزق شرايين تلك القدم وجعلها تنزف وتتخبط مهرولة ومتراجعة بحسابات لم تعد بضخامة صلفها القديم، لكنها رغم ذلك لم تفقد الحيلة في الاستمرار في عنادها بدعم مشروعها الانقلابي بالمزيد من تجريد البلاد من أي فرصة للسلام، بتثبيت هيمنتها على جزء كبير من البلاد كرهينة لتسوية تمرر من خلالها المشروع الطائفي الذي دمرت البلاد من أجله. خروجها مدحورة من عدن كان قد أفقدها حلمها بالسيطرة على البلاد بأكملها، فأعادت بناء هذا المشروع بمستويين: أعلى، وهو السيطرة على أراضي ما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية، وأدنى، وهو التمسك بدولة طائفية تضمن لها حمل السلاح وإقامة علاقات حماية خارجية بمعزل عن العلاقات الخارجية للدولة. معركة الحديدة يجب أن تفهم بأنها ليست مجرد معركة لاستعادة مدينة أو ميناء، ولكنها معركة لتصفية المشروع التوسعي الإيراني الطائفي كاملاً، بتفويت أي محاولة لتمييع استعادة الدولة والتفكير من ثم في التفاوض على إقامة دولة طائفية من أي نوع كان. تواصل ميليشيات الحوثي استحداث الحفريات والأنفاق والخنادق في عدة شوارع بمدينة الحديدة التي تعيش أطرافها معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، وعنون موقع المصدر أونلاين: الحوثيون يواصلون حفر الأنفاق والخنادق في مدينة الحديدة. وقال سكان للمصدر أونلاين أن الحوثيين واصلوا حفر الخنادق والأنفاق في بعض شوارع مدينة الحديدة، واستحدثوا سواتر ترابية وحاويات في بعض المناطق، ونشروا عشرات المسلحين.
وأوضحوا أنهم قاموا بتكسير الشوارع الإسفلتية من أجل حفرها، ما تسبب بتدمير شبكة المياه وانقطاعها عن بعض أحياء المدينة. ومن حفر الشوارع وتدميرها إلى نهب الممتلكات، هذه هي تنقلات ميليشيات الحوثي في الحديدة وفقا لعنوان نشره موقع الصحوانت. استباقا لهزيمتهم، الحوثيون ينهبون حاويات وممتلكات التجار في ميناء الحديدة. وقال موقع الصحوانت أن ميليشيا الحوثي الانقلابية نهبت ممتلكات التجار من ميناء الحديدة استباقا لهزيمتها على يد قوات الجيش. وقال أحد العاملين في استيراد السيارات إن ميليشيا الحوثي التي تسيطر على ميناء الحديدة قامت بنهب ما تبقى من حاويات وممتلكات التجار في ميناء الحديدة. وقال أحد المستوردين إن مشرف الحوثيين في الحديدة المدعو أبو علي أقدم على نهب ما تبقى له من حاويات في ميناء الحديدة. وأضاف أبو علي: قام بنهب ما تبقى لي من حاويات في ميناء الحديدة بعد أن نهب الحاويات السابقة والسيارات المتواجدة في ساحات ميناء الحديدة قبل فترة من الزمن. العربية الفصحى في تراجع. تحت هذا العنوان كتب مؤسس ومبتكر مشروع اللغة العربية الحية حسام أبو زهر مقاله المعاد، نشره في صحيفة الغد مضيفا: ينبغي أن يثير تراجع اللغة العربية الفصحى قلق صانعي السياسة في المنطقة، فهو يكشف عن تراجع الطبقات المتعلمة وفشل الحكومات العربية في خلق أنظمة تعليمية يمكن أن تفي بحاجة مواطنيها. ومع أن البعض يحتفون بالاستخدام واسع النطاق للهجات المحلية في وسائل الإعلام الاجتماعية كمؤشر على أن الهويات المحلية تنتصر على الهوية الجامعة المفروضة قصرا، فإن هذا الواقع ينبغي أن يقابل بالحذر. إن الهويات المحلية ليست بالضرورة هويات وطنية، وإنما هي في كثير من الأحيان دون وطنية، وبذلك وبدلا من التعبير عن تماسك وطني قوي فإنها تظهر فشل الدول العربية في توحيد شعوبها. حتى لو ذهبت اللهجات المحكية إلى المقدمة ووصلت إلى مكانة اللغات الوطنية الرسمية، وهي نتيجة غير مرجحة بالنظر إلى المكانة الرفيعة التي يعطيها العرب للغة العربية الفصحى، فإن تحديات أخرى سوف تظهر. وعلى سبيل المثال، لم تطور اللهجات المحلية مطلقاً أي مفردات تقنية بالطريقة التي فعلتها العربية الفصحى، وسوف يترتب إجراء مراجعات شاملة وتنقيح كامل للأنظمة التعليمية حتى يمكن التعليم باللهجات. إن الرؤية قاتمة، لكن هذا لا يعني أن الوضع ميؤوس منه. ومع ذلك، من دون الاستثمار في مواطنيها ومن دون بذل جهد منسق ومتضافر لتغيير التصورات عن العربية الفصحى، ومن دون مراجعة أنظمتها التعليمية بحيث تستطيع جسر الهوة بين العربية الفصحى واللهجات المحلية المحكية بشكل أفضل، فإننا سنواصل على الأغلب مشاهدة تراجع اللغة العربية الفصحى، والذي يعكس انحدارا أوسع في المنطقة برمتها. وجهت إدارة عام الشرطة بمحافظة تعز تعميما لفروعها بالمديريات وعقال الحارات بمنع إطلاق النار في الأعراس والمناسبات، وعلق موقع الحرف 28. شرطة تعز توجه بمنع إطلاق النار بالأعراس والمناسبات. وقال مركز الإعلام الأمني بأن التعميم جاء تنفيذا لقرار اللجنة الأمنية بمنع إطلاق النار في الأعراس والمناسبات. وقال التعميم مخاطبا المعنيين: عليكم متابعة حفلات الأعراس كل في نطاق اختصاصه وإبلاغ أصحابها منذ اليوم الأول لتجهيز العرس بأن إطلاق النار في الأعراس ممنوع منعا باتا. وأكد التعميم على عقوبة إطلاق النار في الأعراس، وهي الحبس لمدة 24 ساعة بالإضافة إلى الغرامة المالية. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما وردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة. قوم معنا. أهلا بكم من جديد.
في جولتنا بين أهم ما تناولته الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، نطالع في صحيفة ويست فرانس الفرنسية عنوان يؤكد أن دبي وباريس تنكران وجود قوات فرنسية خاصة في اليمن. وقالت الصحيفة في ترجمة خاصة بقناة بلقيس إن كلا من فرنسا والإمارات العربية المتحدة نفت وجود عناصر من القوات الخاصة الفرنسية إلى جانب جنود الإمارات الذين يحاربون ميليشيا الحوثي الموالية لإيران. وزارة الجيوش الفرنسية قالت لا توجد قوات فرنسية في اليمن، نفس التعبير قاله رئيس الدبلوماسية الإماراتية أنور قرقاش الذي قال في مؤتمر صحفي في دبي لا توجد قوات فرنسية، لقد ذكرت حقيقة أنه كان هناك اقتراح فرنسي لمساعدتنا في إزالة الألغام الأرضية عندما يحين الوقت. نشرت الجارديان مقالا كتبه محرر الشؤون الدبلوماسية في الصحيفة باتريك وينتر، يتناول أحدث التطورات في ملف المعارك الجارية في ميناء الحديدة في اليمن. ويقول وينتر إن آمال الأمم المتحدة في بدء مفاوضات لوقف إطلاق النار هناك يبدو أنها ستذهب أدراج الرياح بعدما يرى أنه تشدد في الموقف، أو بعدما رأى أن هناك تشدد في الموقف السعودي. وقد أكد التحالف الدولي الذي تقوده السعودية ويدعم حكومة عبد الرب منصور هادي الوسطاء أنه لن يقبل إلا باستسلام غير مشروط للحوثيين وانسحابهم كليا من المنطقة المحيطة بالميناء. ويضيف وينتر في المقال الذي ترجمته البي بي سي أن التشدد في موقف التحالف ينبع من الإمارات، إذ ينقل عن وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش قوله للصحفيين لا يمكن القبول بأي شرط، ولو كان المتمردون يرغبون في وضع شروط لفكروا في ذلك قبل عام، أما الآن فلا يوجد وقت للتفاوض. ويضيف وينتر أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث بحث في اليمن عن اتفاق لنقل ميناء الحديدة الذي تحكم عليه الميليشيات الحوثية حاليا قبضتها على إلى سيطرة الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بيد أن هذا الاتفاق قد انهار. مع تطور الحياة واعتماد الناس على التكنولوجيا وخدمة الانترنت، جاءت الحاجة الملحة للانترنت في اليمن. ولهذا كتب فاروق الكمالي في العربي الجديد أن الحكومة اليمنية أطلقت شركة انترنت في مسعاها لإنهاء سيطرة الحوثيين على هذه الخدمة في البلاد. الرئيس هادي افتتح الشركة التي أطلق عليها عدن نت من العاصمة المؤقتة عدن بعد يومين من عودته من العاصمة السعودية الرياض التي ظل فيها منذ مطلع العام 2016. رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر قال في فعالية الافتتاح أن الشركة الجديدة ستوفر سعات تفوق 80 مرة ما هو متاح اليوم في البلاد، وتمنح مستخدمي الانترنت سرعات هائلة ووضوح أكبر في المخرجات وسعرا أقل. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبع عن بن دغر أن المشروع سيبدأ في العاصمة المؤقتة كمرحلة أولى، وسيوفر بوابة احتياطية لليمن في عدن، إلى أن يشمل مستقبلا بوابتين أخريتين في المكلا والحديدة تمنع حدوث أي انقطاعات في الاتصالات الدولية والإنترنت. وأوضح وزير الاتصالات اليمنية أن شركة عدن نت مشروع كبير سيعمل على تحسين خدمة الإنترنت وعلى توفير فرص عمل لأكثر من 2000 شخص، كما ستحقق أرباحا بالملايين لصالح خزينة الدولة. كما ستنهي التحكم بخدمة الانترنت من قبل سلطات الحوثيين في العاصمة صنعاء. عن ميليشيات لا تعرف غير طريق الحرب ولا تعترف بغير المحاربين، كتبت المصرية نجاح سليمان مقالها المنشور في صحيفة الحياة اللندنية. تكمن المشكلة في أن السلام صعب على الحوثيين بما أنهم لا يستطيعون البقاء من دون الحرب واختلاق أعداء لتحشيد الناس معهم. هم لا يمتلكون مشاريع بناء، ذلك أن تفكيرهم ينصب دوما على أن ما حصلوا عليه بالقوة لن يتخلوا عنه إلا بالقوة، وأن السلام لن يكتب لهم أي حياة أو تطور. فمنذ الحروب الأولى كانوا مجرد عصابة، والآن سيطروا على موارد دولة. الواقع أن هناك أمرين لا ثالث لهما في اليمن، إما هزيمة الحوثيين وإما أن يتحول الحوثيون إلى نموذج مقلق وإرهابي كحزب الله في لبنان. فهذه الجماعة ما زالت تستمد وجودها من بقاء السلاح وتجنيد مقاتلين وليس من برنامجها السياسي، والتجربة التي خاضتها الجماعة في الحوار الوطني لم تنضجها سياسيا، حيث شنت حربها على اليمنيين بعد الحوار مباشرة.
ففي آخر خطاب لصالح الصماد أمام جمع من أنصار الحوثي في ميدان السبعين لم يذكر السلام أو العملية السياسية ولو لمرة واحدة، لأن الجماعة لا ترى أنها تستمد شرعيتها من هذه المفردات. نعم، نحن أمام جماعة تحاول تكريس واقع سيطرتها وتفردها في بقية مناطق سيطرتها وإبقاء المجلس السياسي بعد فقده لمعناه بعد فك الارتباط مع صالح. واحدة من محاولات التماسك الداخلي والخارجي، فالمجلس السياسي يكتسب أي معنى واقعي باعتبار أن القرار هو قرار الجماعة، لكنه يظل المظلة السياسية الممكنة لتسويق أن الجماعة تتشارك مع آخرين الحكم. في الشأن الرياضي، لعنة الدقيقة الأخيرة تصيب تونس أمام إنجلترا، فقد انتزع المنتخب الإنجليزي كما وصفت صحيفة الشرق الأوسط فوزا قاتلا من نظيره التونسي بنتيجة 1-2 في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة في مونديال روسيا 2018. وعلى غرار منتخبي مصر والمغرب اللذين سقطا أمام الأوروغواي وإيران بهدف في الدقيقة الأخيرة، تجرع المنتخب التونسي من الكأس نفسها وخسر في الدقيقة الأخيرة بعد أن ظل صامدا حتى الدقيقة 90 متعادلا 1-1. الفريق الإنجليزي يدين بانتصاره الثمين لقائده ومهاجمه هاري كين الذي سجل الهدفين في الدقيقة 11 والدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بينما سجل هدف تونس فرجاني ساسي لاعب وسط النصر السعودي من ضربة جزاء في الدقيقة 34. منتخب إنجلترا حصد أول 3 نقاط له ليحل ثانيا في المجموعة السابعة بفارق الأهداف خلف بلجيكا التي فازت على بنما 3-0. الفراعنة والدب الروسي، ليلة عودة صلاح، هذا ما اختارته صحيفة البيان كعنوان لها وقالت في التفاصيل. اختتم المنتخب الوطني المصري تدريباته على ملعب سان بطرسبرغ استعدادا لمواجهة روسيا على الملعب ذاته ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم المقامة على الأراضي الروسية. وخاض الفريق مرانا خفيفا خوفا على اللاعبين من الإجهاد قبل المباراة المرتقبة، حيث ركز الأرجنتيني كوبر المدير الفني لمنتخب الفراعنة على بعض الجمل الخفيفة التي سيتم تطبيقها في المباراة اليوم، وكذلك الخطة وطريقة اللعب والتي ستكون أكثر هجومية في ظل حاجة الفريق إلى تحقيق الفوز واقتناص النقاط 3. وفي ظل هجوم البعض على الأرجنتيني هيكتور كوبر، أسهم الأداء المتزن دفاعيا في وقف البعض في وقوف البعض في صفه، وبدأ واضحا أن كوبر يلعب بطريقة مثالية جعلت المصريين يملكون مدربا كبيرا يعرف كيفية استغلال لاعبيه بأفضل طريقة ممكنة، وهو ما يحسب للمدرب الذي أعاد مصر إلى كأس الأمم الأفريقية وقادها إلى وصافة نسخة 2017. كوبر يعتمد على خطة 4-2-3-1 مع 4 مدافعين ولاعبي ارتكاز في الوسط، فضلا عن صانع الألعاب والجناحين محمد صلاح أو بديله عمرو وردة ومحمود حسن الملقب بتريزيجيه، وفي الهجوم مروان محسن الذي تعرض إلى القطع في الرباط الصليبي في كأس أفريقيا 2017. كما تعتمد خطة كوبر على محاولة إخفاء عيوبه والتمكن في تأمين دفاعي وهجمات مرتدة، كما أنه يؤدي مباراة مغلقة ويعتمد على مرتدات محمد صلاح ورمضان صبحي. من صحيفة الديلي تلغراف، صور متنوعة من مختلف أنحاء العالم تنافس بعضها البعض في الجمال والروعة، نتابع.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.